أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي دي اوفي باهدكم واياي فارهبون وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اولا أو ولا كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا ulangi wala tal bisul hakko bil batili <Segaat> wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata wa raka'u ma'arakiin ata sa بالبر وداسونا انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاه. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يزنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم Ya Bani Israel Adkuru ni'mati Allati an'amdu Alaikum Wa anni Fadaltukum Alal al Alamin وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي عَنْ وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ وَلَا يُقْبَلُ يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واذ نجيناكم من ال فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون يدب ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم فأذ فرقنا بكم البحر فأم فأينكم وأخرقنا وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم